هل تشعرين بالخوف من الخروج إلى الشارع؟ هل تحدث لك مشاكل عند خروجك؟ هل يضايقك ما تسمعيه من المعاكسين؟ الدلوعة للتسويق التلفزيوني بتقدم لك الحل. مانع التحرش، جهاز جديد مربع الشكل، تضعيه داخل ملابسك عن طريق الجزء الملتصق منه، ثم تتمتعين بالأمان، حيث إنه يقوم بعدة وظائف. إذا حاول المتحرش الاقتراب منك فسيشعر بالصداع الشديد، وإذا حاول الاقتراب أو اللمس فإن الهالة الكهرومغناطيسية للجهاز سوف تشل يده. ليس هذا فقط، فهناك أيضا السماعة الإضافية التي تجعلك لا تستمعين إلى معاكسات الشباب. مانع التحرش قادر على أن يحميك حتى عدد 15 متحرش في نفس اللحظة. أكتر من كده يبقى مع نفسك. كما يمكنك إغلاق الجهاز بسهولة للسماح بالتحرشات. ومع مفاجأة الدلوعة، الجهاز مزود بصاعق للناموس والحشرات، كل ذلك فقط ب 99 جنيه. إذا اتصلت الآن تحصلي على فستان من أشهر الماركات العالمية علشان تلبسي وتشهيصي براحتك. مع الدلوعة للتسويق التلفزيوني، أنت دايماً متدلع.